القاهرة تطالب بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة وتحذير أممي من أن أي نزوح جماعي من القطاع سيكون كارثيا. العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل شهره الثالث وسط قصف مكثف على جنوب القطاع وقتال دار في خان يونس. والانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر و15 ألف قاض يشرفون على العملية. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ومرحبا، ثامنة مساء في القاهرة. اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، نبدأ نشرتنا المفصلة بعد هذا الفاصل. تفاصيل النشر، أفادت مصادر مصرية مطلعة بأن مصر تطالب بوقف أو بضرورة وقف كامل لإطلاق النار بشكل فوري وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. شددت مصر أيضا على ضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء الحرب الحالية في القطاع، مشيرة إلى ضرورة فتح المجال الجوي أو أمام المساعدات لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية، خاصة مع توقف عدد من المستشفيات عن العمل لا سيما في شمال قطاع غزة. وأكدت المصادر أن السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصري لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية واستقبال الجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية. أكدت المصادر رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة. ميدانيا، شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات وقصف مدفعي مكثف على أنحاء متفرقة من قطاع غزة شملت مناطق جبالية وشجاعية شمال وشرق القطاع. قصفت أيضا قوات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حيث تواصل قوات الاحتلال ما أطلقت عليها المرحلة الثانية من العملية البرية والتي تستهدف المناطق الجنوبية بالقطاع. على مدار أكثر من شهرين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة متجاوزا كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. مشاهد القتل والدمار في غزة أصبحت متكررة في ظل صمت دولي وتوحش لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تتورع عن ارتكاب مزيد من المجازر بحق سكان القطاع. قصف جوي وبري وبحري يصاحبه توغل لآليات وجنود الاحتلال فيما أطلق عليه المرحلة الثانية من العمليات البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. مرحلة ثانية إذن، وفصل جديد من فصول جرائم قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ومعارك برية جديدة تدور رحاها في الجنوب الذي أعلن جيش الاحتلال في بداية الهجوم على القطاع أنه آمن، لكن بحسب الواقع وسياسات الاحتلال فلا مكان آمن في قطاع غزة. ومع التوغل البري يتوحش القصف مخلفا مزيدا من الشهداء والمصابين. قصف لا يفرق بين مدارس او مستشفيات او منازل، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة بخان يونس تؤوي نازحين ما ادى لاستشهاد 25 شخصا واصابة العشرات. وبحسب الجيش الاسرائيلي تستهدف المرحلة الثانية من الهجوم البري مناطق في الجنوب ابرزها خان يونس، حيث تدور معارك ضارية واشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في بلدات خزاعة وعبسان والقرارة وبني سهيلة شرقي المدينة، بالتزامن مع زخات القنابل والصواريخ التي لا يتوقف جيش الاحتلال عن اسقاطها على تلك الاماكن. اشتباكات في خان يونس
أعلن جيش الاحتلال أنها الأعنف منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر، وهو ما أكدته فصائل المقاومة التي أعلنت تصديها للقوات الإسرائيلية على عدة محاور، معلنة أيضا إسقاط عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين بين قتيل وجريح، فضلا عن استهداف وتدمير عشرات الآليات العسكرية لجيش الاحتلال. قصف إسرائيلي لا يتوقف، وعمليات برية تحاول تقسيم القطاع وفصل أجزائه عن بعضها البعض، ومقاومة فلسطينية ضارية في وجه آلة حرب شعواء. هكذا هي الأوضاع على الأرض في غزة، وسط معاناة يعيشها أهالي القطاع في انتظار انفراجة لا تلوح ملامحها في الأفق. للمزيد من المتابعة مشاهدي الكرام ينضم إلي دكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني عبر الهاتف. أهلا بك دكتور محمد، كل التحية. يعني أعلم أن المسألة بشكل أو بآخر تخرج عن نطاق القانون الدولي، ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية من قبل الاحتلال بحق الفلسطينيين أمر تدينه كل القوانين والأعراف وغيرها، لكن ربما تبقى مساحة للقانون الدولي من أجل محاكمة الاحتلال على جرائم تعد جرائم حرب في اعتبار الكثيرين. هل هناك تحركات فلسطينية معينة على الصعيد الدولي ربما تأتي ببعض ثمار أو خطوة إلى الأمام على الأقل؟ يعني بداية، إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ارتكبت وما زالت ترتكب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية، وهذه الجرائم تدخل في منظومة جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتنعقد على ارتكاب هذه الجرائم المسؤولية القانونية الدولية التي تتحملها إسرائيل كشخص من أشخاص القانون الدولي، وتنعقد عليها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية. وبالتالي يعني الشق الجنائي والمساءلة والمحاكمة والملاحقة لمقترفي ومجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون أبشع الجرائم، هذا من صلاحيات أولا المحكمة الجنائية الدولية، ونحن كسلطة وطنية فلسطينية استنادا إلى التوثيق القانوني والأدلة الجنائية نقوم بتزويد المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام بكافة البلاغات والبيانات حول الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وقبل أيام كان في زيارة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة المدعي العام السيد كريم خان، والتقى بسيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء، وكذلك التقى معي كوزير عدل بالإضافة إلى وزير الصحة والخارجية وطاقم من الخارجية والنيابة ووزير شؤون الأسرى والمحررين. ولكن القضية تكمن في، يعني هناك الملفات موجودة أمام المحكمة، ولكن نحن كضحايا وكشعب فلسطيني ننتظر ونأمل من المدعي العام من خلال زيارته إلى والتقى مع ذوي الضحايا أكثر من مرة أن يتحرك بإصدار مذكرات توقيف أو قبض على مقترفي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. فالقضية في الشق الجنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وثانيا، ليس فقط يعني أمام الشعب الفلسطيني الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنما هناك يمكن المساءلة والملاحقة من خلال الاعتراف وتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي أو ما يسمى بالولاية العالمية، وهناك العديد من التشريعات الدولية التي تسمح تشريعاتها الجزائية بالمساءلة والملاحقة بغض النظر عن جنسية ومكان وقوع الجريمة، وهذا ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي، والعديد من التشريعات الأوروبية في تسمح وتجيز في هذا الجانب. طيب دكتور شلالدة، عفوا، يعني فيما يخص الجانب القانوني الذي يتقاطع مع السياسة بشكل أو بآخر حول وضعية القانون الدولي تجاه عدم تهجير
الفلسطينيين قسريا وعدم إخلائهم من أماكنهم وطردهم ربما حتى من داخل الأراضي الفلسطينية، ويعني أن تفضى القضية الفلسطينية من جوهرها. هل يمكن التحرك قانونيا على الصعيد الأممي أو على الصعيد الدولي، وأقصد هنا المنظمة الأممية، الالتجاء إلى بنود القانون الدولي والقرارات السابقة التي تخص الأراضي الفلسطينية بشكل أو بآخر لمنع تغيير الوضع القانوني سواء للاجئين أو لأهالي غزة على الأرض؟ يعني أولا نحن كشعب فلسطيني وكسلطة نشكر ونثمن الموقف الثابت لمصر ولقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الثابت لمنع التهجير القسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، وموقفه الثابت بوقف العمليات القتالية أو وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة والسماح بمرور المواد التموينية والغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة. وبالتالي التهجير القسري بغض النظر، يعني إسرائيل تمارس هذه الجريمة وهي جريمة حرب استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي. وبالتالي سياسة الطرد والترحيل والتشريد في قطاع غزة ضد السكان المدنيين هي سياسة عنصرية كجريمة فصل عنصري أبارتايد تنفذها إسرائيل، لأنها تنفيذ لفكر صهيوني لغايات تفريغ قطاع غزة من أهله. وبالتالي التهجير القسري هو إخلاء غير قانوني لمجموعة من السكان المدنيين في غزة، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك استنادا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي نحن كشعب فلسطيني أساسا يعني لا نكرر تجربة وجريمة النكبة عام 1948 وجريمة إنكار حق العودة والتعويض واستعادة ممتلكات اللاجئين، هي جريمة بحد ذاتها. وبالتالي نحن نؤكد على أن حق العودة أساسا ليس التهجير القسري، سواء القسري أو الطواعي، حق العودة هو حق فردي وجماعي لا يقبل التسوية، وحق العودة حق مقدس لا يقبل المساومة، وحق العودة حق كامل لا يقبل التجزية. وبالتالي هو حق مقدس، ونحن لا نمس هذه الحقوق المقدسة للشعب الفلسطيني بالهجرة أو بالترحيل القسري كما تريد إسرائيل لتفريق هذه الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية المحتلة. أرجو أن يكون الموقف الدولي متوافقا مع ما تقول، وأنهم أيضا يعني لا يسمحوا بهذا الانتهاك يعني حاليا أو حتى في المستقبل مع عمليات ربما تبدو أبطأ لكنها تسير على قدم وساق، هذه هي المخاوف. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب في مدينتي خان يونس ورفح. وأوضح ممثل منظمة الصحة في الأراضي المحتلة أن طفلا كل 10 دقائق يقتل في غزة، محذرا من هشاشة البنية التحتية للنظام الصحي المعطل بالأساس في القطاع، مضيفا أن شمال غزة يفتقر تقريبا لأي منشأة صحية عاملة. حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فولكر نورك تورك من أن أي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة سوف يكون كارثيا. وأشار مفوض شؤون اللاجئين إلى المخاطر المتزايدة بوقوع جرائم إنسانية جراء الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. أوضاع صعبة يعيشها سكان قطاع غزة بعد أكثر من شهرين من العدوان الإسرائيلي الغاشم، أوضاع لا يجوز وصفها بالإنسانية، حيث مشاهد القتل والدمار وارتفاع عدد الشهداء والمصابين واستهداف المستشفيات وهدم المنازل والمطالبة المستمرة بالنزوح من مكان لآخر. أكثر من 16,000 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين، وعشرات الآلاف من المصابين، وأكثر من 40,000 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي، ومئات الآلاف تم تدميرها بشكل جزئي.
عشرات آلاف غارة نفذها جيش الاحتلال على القطاع بحسب مسؤولي، ونحو 40,000 طن من المتفجرات تم إسقاطها على رؤوس المدنيين العزل. هكذا هي الأوضاع التي يعيشها سكان قطاع غزة، فلا أمن ولا إنسانية. من الزيتون شارع كامل قصفوه، فوق أصحابه ستاني طلعت أنا من تحت الردم. إيش اسمه؟ ست وأمي طلعوا من تحت الردم، محمد خالد إشحاتة. ولعل أشدها وطأ عليهم تلك المشاهد التي يجبر فيها الأهالي على النزوح في رحلة معاناة هي والموت سواء، حيث يفرون من مجهول إلى مجهول، أو بالأحرى من موت محقق إلى موت متوقع، فالقصف مستمر في كل مكان. جرائم الاحتلال فاقت كل الحدود والتصورات، فلا قانون يرضع ولا مؤسسات دولية كمجلس الأمن يمكنها وقف آلة الحرب الإسرائيلية عن العمل في غزة. الأزمة بالنسبة للفلسطينيين لم تقف عند ذلك الحد، لكن في الدعم الغربي لحكومة نتنياهو الذي لا يفوت أي مناسبة خاصة مع كل إخفاق له في غزة إلا ويؤكد على استمرار الحرب والقتال غير عابئ برادع من قانون أو مساءلة، فمن أمن العقاب استمر في القتل. هكذا هي القاعدة لدى حكومة الحرب الإسرائيلية، مدارس تم قصفها ومستشفيات يتم استهدافها ومحاور وصفت بالآمنة لتحرك النازحين لم تسلم هي الأخرى من القصف، قطاع صحي متهالك خرج معظمه عن الخدمة، ونقص شديد في المستلزمات الصحية والمواد الغذائية والإغاثية. تلك هي الملامح في قطاع غزة مع دخول العدوان شهره الثالث، فالأرقام على ضخامتها والخسائر رغم فداحتها لا تعبر عما يعيشه سكان غزة من معاناة. ما زالت محافظة شمال سيناء تستقبل المساعدات المختلفة من مواد غذائية ومستلزمات طبية، وتحديدا مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. نعم، وكانت مصادر مصرية مطلعة قد أفادت بأن عدد رحلات الجسر الجوي لنقل المساعدات قد بلغ حتى الآن 285 طائرة، كما وصل عدد شاحنات المساعدات إلى 2312 شاحنة. أضافت المصادر أنه تم إدخال 37 عربة إسعاف و 1788 طن وقود ونحو 4000 طن أدوية، كذلك أكثر من 17000 طن من المواد الغذائية. كما أشارت المصادر إلى خروج أكثر من 11000 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من معبر رفح، هذا إضافة إلى 529 مصابا و 1553 مصرية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيان وأصيب 11 خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارغة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمراء العسكري، كما اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية بلدة تطمون جنوب شرق طوباس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، واستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية.
تفقدت السيدة انتصار السيسي جهود مؤسسة الهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت السيدة انتصار السيسي الشكر والتقدير لمؤسسة الهلال الأحمر، حيث قامت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، معربة عن تقديرها لجهود العاملين من الشباب والرجال والنساء من كل الأعمار في تلك الملحمة الإنسانية المتكاملة. وقبل أيام من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من توفير كافة اللوجستيات اللازمة لإجراء الانتخابات داخل البلاد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم. نعم، وخلال مؤتمر صحفي أعلن المستشار بن داري تسليم جميع الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، مشيرا إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11,631 لجنة. تم تهيئة كافة المقرات اللجان الفرعية وتم تجهيزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وصناديق اقتراع، وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقوقه السياسية بسهولة ويسر. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة. وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة. وأكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات كذلك على أن نحو 15,000 قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في داخل البلاد. كما أشار المستشار بن داري إلى أنه تقرر إنشاء لجان فرعية بجميع محافظات الجمهورية لتمكين المواطنين المقيمين خارج مقر موطنهم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. أصدر برضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية انتخابات قرار بإنشاء لجان فرعية في كل محافظات الجمهورية، والغاية من القرار هو تمكين كافة الناخبين المتواجدين خارج مقر أو موطنه الانتخابي في أيام الاقتراع أن يتوجه لتلك اللجان والإدلاء بصوته. وده جه قرار ده نتيجة الشكاوى اللي تلقيناها خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في المناطق السياحية ومحافظات المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية والأماكن اللي بيتواجد فيها المغتربين. وبالفعل استجابة لهذه الشكاوى تم تحقيق العدد الكبير منها، واستجابة ليها تم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية عشان نقدر نحدد الكثافات المتواجدة في هذه الأماكن عشان نيسر لهم التحول، منها محطة مصر، مطار القاهرة، المناطق الصناعية، العاصمة الإدارية، كافة المناطق الصناعية المتواجدة على مستوى الجمهورية. إذن هي ساعات ويبدأ الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية بالداخل مع اللحظات الأولى ليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر وفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024. بطبيعة الحال يواصل مرشحو الرئاسة حملات دعاية الانتخابية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأحد المقبل ولثلاثة أيام. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انتهاء عمليات فرز أصوات المصريين
السياسيين في الخارج وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية من أجل تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. اختتم حزب حماة الوطن بالشرقية مؤتمراته الانتخابية بعقد مؤتمر جماهيري في مدينة بلبيف، وجدد المشاركون بالمؤتمر مطالبتهم كافة المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية يستبق الصمت الانتخابي بعقد هذا المؤتمر الحزبي والجماهيري بمدينة بلبيس في إطار دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، انطلاقا من قناعة الحزب بأنه رجل دولة من الطراز الأول قادر على مواجهة التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا. الالتفاف حول سيارة الرئيس في أيام 10 و11 و12 لكي نثبت للعالم ان احنا قلبا وقالبا مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يكتمل مسيرة التقدم ووصول بالجمهورية الجديدة ان شاء الله باذن الله 2030. انا برسل لجميع الشعب المصري ان لازم يطلع الانتخابات ويحقق عرس انتخابي ويشوف الانجازات اللي السيد الرئيس عملها على مر الفترة اللي فاتت، وازاي حمل بلد في 3/7، وازاي ضحى بنفسه في سبيل رفعة الوطن، وكان كثير من الانجازات اللي تحققت ما تحققتش على مر اكتر من 50 سنة. هذه الانجازات المتعددة والمختلفة في كافة قطاعات الدولة لاعادة انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. انت رايح صندوق تنتخب مصر، يعني مش رايح تنتخب شخص بعينه، انت رايح تنتخب مصر لان هي مصر المنوطة دلوقتي برفع اسمها. احنا النهاردة بنتكلم عن مصر، ان احنا لما نروح الصندوق لاهالينا واحبابنا وناسنا وعمالنا حتى في المصانع، عمالنا في اي حته، لما بتروح تنتخب والدول الاوروبيه بتشوفك او العربيه بتشوفك، انت نفسك لما بتيجي تسافر بره بيشوفوك بيقول لك انت من البلد اللي فيها ديمقراطيه، انت من البلد اللي فيها تصويت كبير. كل واحد يقول صوته، كل واحد يدلي باللي هو عايزه، ولكن لازم كلنا نبقى متواجدين قدام اللجان الانتخابيه لكي يشهد العالم كله بكم الديمقراطيه وبكيفيه الديمقراطيه. وباذن الله باذن الله مصر ستكون دورها رائد باذن الله في الانتخابات القادمه باذن الله. لان دي رساله لازم اهل الشرقيه ولازم الجمهوريه كلها تنزل وتقول رايها، ومن هنا من مؤتمر الانتخاب للسيد الرئيس، فخامة الرئيس ادى للبلد كتير بالنسبة للأمن والأمان اللي احنا فيه. حزب حماة الوطن بالشرقية قيادة وعضاء يعولون كثيرا على وعي المواطن الشرقاوي في الخروج بشكل مشرف ولائق في هذا العرس الانتخابي الهام. محدش يتكاسل ومحدش يقف في بيته ويقول هو كده كده نجح، لا هو ان شاء الله كده كده نجح بينا وبغيرنا، بس هو لازم نكون داعمين له ونكون واقفين جنبه سند. واحنا حماة الوطن بنوعد الرئيس ان احنا وبنعهده ان احنا موجودين معاه في كل طريقه، مكملين معاه كمل مسيرتك يا ريس. هنتكلم عن ايه ولا ايه؟ هنتكلم عن صرف صحه، هنتكلم عن تنميه، هنتكلم عن بنيه تحتيه، هنتكلم عن مشاريع جديده، هنتكلم عن تطوير الجيش والقوى العسكريه، هنتكلم عن ايه ولا ايه؟ انا بدعو من خلالك ومن خلال كمرتك لكل الساده المشاهدين ان احنا لازم ننزل، وكلنا ننزل يوم 10 و11 و12 ونكون متواجدين وبقوه. عاوز اوجه رساله للمواطنين ان ينزلوا بكثافه الى المقار الانتخابيه ويقدموا صوره مشرفه للشعب المصري وللعالم كله عن الانتخابات. من محافظه الشرقيه محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران ووفدا من أعضاء الحملة الرسمية بالمقر البطريركي في كوبري القبة. خلال هذا اللقاء أثنى زهران على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية وتأثيره الإيجابي في المجتمع المصري خاصة في مجال الثقافة والتعليم، مشيدا بدور الكنيسة والمؤسسات الدينية وقادة الرأي في توعية المواطنين بضرورة المشاركة السياسية بصفة عامة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بصفة خاصة. وقدم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق تعريفا شاملا للكنيسة الكاثوليكية ودورها الفعال في المجتمع، وكذلك فخره بأبنائها في كل مكان، كما شجع أبناء الكنيسة على أن يشاركوا في الانتخابات وعدم التهاون في حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم.
في مسقط رأسي في منيل شيحة اختتم المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمام مؤتمراته الانتخابية، حيث أكد أن ملفي التعليم والصحة حازا على النصيب الأكبر من اهتمام برنامجه الانتخابي لارتباطهما المباشر بالمواطن وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إضافة لملف سد النهضة وأهمية نهر النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر والتضامن مع قضية غزة التي تشغل الرأي العام المصري والعربي. كذلك عقد المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري مؤتمره الجماهيري الرابع بمدينة بنها. هذا المؤتمر الجماهيري تناول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وطرح الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي لهذه المشكلات. قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا كانت المحطة الأخيرة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح في تلك المشكلات، بالإضافة إلى حث المشاركين على الإدلاء بأصواتهم والوقوف خلف من سيختاره الصندوق ليكون رئيسا لمصر. بالمشاركة إرادة الشعب المصري هي التي تتحقق، ضعف المشاركة لن تحقق إرادة الشعب المصري. احنا عايزين ولادنا يكونوا احسن مننا، عايزين مستقبلهم، عايزين نغير حاجات كتير بنحلم بيها، ولكن هل نحن حالمون ورومانسيون؟ الإجابة لا، وعملنا برامج كتير قبل كده وكانت ناجحة، وياما دول كان عندها تحديات اكبر من تحدياتنا وكان عندهم ظروف اقصى من ظروفنا وقدروا ان هم يتحولوا الى اقتصاديات عملاقة. ادعو الله ان يوفقنا في هذه التجربة الديمقراطية الفريدة التي احدثت زخما سياسيا كبيرا في مصر، وان يكون الفوز حليف مرشحنا المهندس حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري. وتطرق المرشح الرئاسي للارتقاء بالمزارع وتصميم خريطة زراعية لكل المحافظات وزيادة العائد على أعمالهم الزراعية. برنامجنا هيضمن للفلاح ان انا هرفع له الكفاءة المحصولية، هرجع له الارشاد الزراعي مرة تانية علشان الفدان بتاعه بدل ما هو بينتج زرعتين هينتج ثلاثة من غير ما يأثر على التربة بتاعته، وهنجيب له حاجة تانية، اوعده بحاجة تانية، ان الزراعات التعاقدية مش هسيبه يزرع واجي بعد كده بعد ما زرع احدد له ثمن المحصول، هحدده له قبل ما يزرع عشان يبقى عارف هو دخل له قد ايه، وهخليه ان هو يعظم من العائد بتاعه. ملف التعليم والصحة كان من أبرز ما تطرق له المرشح الرئاسي في برنامجه الانتخابي لتحقيق العدالة الصحية وتحسين وتطوير البنية التحتية الطبية. هتتصرف على الأبنية التعليمية الجديدة، هتتصرف على تجهيز المدارس، هتتصرف على برنامج تطوير المعلم ورفع كادر المعلم. هو ده البرنامج، وجبنا الموارد المالية وحسبناها وعرفنا قد ايه هيخش لنا في الصندوق، وهنقدر ان احنا بإذن الله في خلال اقل من سنتين نكون حققنا عدد كبير جدا من تقريب الفجوة وننتهي منه في خلال 3 سنوات ان شاء الله. مصر امانة ومستقبل اولادنا واحفادنا امانة ونزولنا الى الصندوق امانة واظهار احترامنا لبلدنا امام العالم واختيار الاكفى والاصلح امانة، وعند الصندوق المعاد. سيد زيد، التلفزيون المصري. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة دكتور مصطفى مدبولي وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية. وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة عدد من الملفات من بينها موقف تسكين المقر الحكومية التي تم إخلاؤها وتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن ما تم تنفيذه من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بلغ نحو 1,000,000 وحدة سكنية،
بالإضافة إلى 300,000 وحدة بديل العشوائيات وسكان المناطق غير الآمنة، وأن ما تم تنفيذه يصل إلى نحو 2 مليون وحدة سكنية تناسب مختلف الشرائح، وهذا رقم غير مسبوق وقد أسهم بشكل كبير في الحد من أزمة الإسكان. وعلى جانب آخر، استعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع موقف تسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى عدد من المعايير منها تسكين الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين، كما يمكن أيضا الاستفادة من بعض تلك المقرات بإتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها، وكذا دراسة إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية للعمل في مقرات أخرى بديلة. وحول ملف الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، وجهت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع الشكر لجميع المصريين بالخارج الذين ضربوا مثلا رائعا في المشاركة المتميزة وتأدية واجبهم على أكمل وجه. الحكومة تؤكد بأن امتلاك المواطن المصري وحدة سكنية ليس هو الهدف فقط لتوفير حياة كريمة له، ولكن الهدف هو توفير بيئة منظمة ومخططة تصلح لأن تكون بيئة مناسبة يعيش فيها المواطن المصري، كما أن الحكومة تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والوطنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. أحمد أبو الحسن، التلفزيون المصري. مشاهدي الكرام، هذه نشرة ما يزال فيها المزيد، نتابع بعد قليل بأمر الله. انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح جهود تسيير السفينة العالقة. ونتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد في هذه النشرة، نتحول إلى حنان الخلي. أهلا بك حنان. شكرا لك دينا محمد، ومشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. رئيس الوزراء يؤكد أهمية اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهماته في المسار التنموي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد الأهمية البالغة التي تحظى بها اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص في رسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة في شتى القطاعات لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في المسار التنموي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المقترحة، من بينها مشروع تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية مركز خدمات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة بهدف تنمية منطقة شق الثعبان وتوفير الخدمات الضرورية للمستثمرين ورجال الأعمال، لا سيما الخدمات المالية والبنوك.
نتحول للبورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها على نحو جماعي بنهاية تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين العرب والمؤسسات المحلية والأفراد الأجنبية. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.7% ليغلق عند مستوى 24703 نقاط. كما هبط المؤشران الثانويين EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و EGX100 الأوسع نطاق بما يعادل 1.4%. أعلن وزير البترول طارق الملا إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر، وذلك من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، مضيفا أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28. قال الملا في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية إن مشاركة مصر في مؤتمر المناخ يأتي لاستكمال مسار إزالة الكربون والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، مشيرا إلى مشاركة شركات الطاقة العالمية في الالتزامات الطوعية، وذلك من أجل الوصول لزيرو كربون والحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي. التحول للصين، حيث أعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين ستتيح أمام 98% من السلع المستوردة من 6 دول أفريقية الوصول بدون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية، وذلك في الوقت الذي تهدف فيه البلاد إلى توسيع تأثيرها الاقتصادي عبر القارة. وقالت وزارة المالية الصينية إنه اعتبارا من 25 ديسمبر ستتمكن أنغولا وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، دون دفع رسوم جمركية على أكثر من 8000 سلعة مختلفة. إلى أسعار النفط العالمية والتي تباينت بعد أن سجلت خسائر على مدى 4 جلسات، فيما تقيم الأسواق فاعلية تخفيضات إنتاج أوبيك بلس والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين. وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت سنتا واحدا لتصل إلى 77 دولار و21 سنتا للبرميل. هذا وقد تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات ووصلت عند تسوية إلى 72 دولار و28 سنتا للبرميل. من أسعار النفط إلى أسعار المعدن النفيس الذهب والتي ارتفعت أسعاره مع تراجع الدولار، وقد عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع عززت الرهانات على انتهاء دورة تجديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بما يعادل 0.2% ليصل إلى 2023 دولار و39 سنتا للأوقية. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بما يعادل 0.2% ليصل إلى 2041 دولار للأوقية. نهاية الاقتصاد، شكرا مشاهدينا للمتابعة، وعودة للسياسة مرة أخرى، ودينا ومحمد إليكم. شكرا جزيلا لك حنان. صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة قد نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له سفينة الحاويات أرفيوس 1. وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة هذا الموقف الطارئ، مشيرا إلى عبور جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال وبشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.
شدد رئيس الهيئة على جاهزية القناة في التعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة في القناة. تواصل مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكرير السكر المستورد وتعبئته وتوزيعه على المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ومصانع الإنتاج. وصرح المتحدث باسم وزارة التموين أنه تم ضخ 8000 طن وبشكل فوري يومي لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة. هي خطوة اتخذتها الدولة لتوفير جميع احتياجات المواطن من السكر، خطوة استوردت بها الدولة ما يزيد عن 200000 طن سكر. فمن اعتاب 4 مصانع يخرج ما يصل الى 10000 طن سكر يوميا لتوزع على السوق ومبادرة تخفيض الاسعار والمجمعات الاستهلاكية ايضا. طاقتها تم رفع كميات الضخ اللي بتتم في الاسواق ولصالح الشركات التجارية ما يقرب من 2000 طن في اليوم، بالاضافة لثلاث شركات اخرى، يعني هنوصل ل 8000 طن يوم في زيادة معدلات الضخ. شركات القطاع الخاص ابتدت تشتغل مع وزارة التموين مؤخرا في ظل طبعا ارتفاع سعر السكر المستورد وصل لل 800 دولار للطن، ابتدت كل احتياجات الصناعي الوزارة توفيها. فالمصانع التي تقوم بتكرير السكر الذي تم استيراده مؤخرا منها ما يخرج معبأ او باوزان تصل الى 50 كيلو لتعبأ في اماكن اخرى. عندي هنا حوالي 30000 طن سكر، ده فائض انتاج الموسم السابق وحاليا بيضخ للتجار وللشركة المصرية لتجارة الجملة وبيروح للمنافذ مباشرة للتعبئة والتوزيع. وبحسب المسؤولين عن الامر فان الطاقة الانتاجية للمصانع المصانع زادت بنسبة تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطن من السكر. كررنا في أول السنة 50000 طن سكر خام، وبعدين بدأنا الموسم في أول 3 مارس 23، انتهى في 15/8/23 أنتجنا 200000 طن سكر، وبعد كده 25000 سكر خام بعد الموسم كررناهم. غير ان الامر ان لم يبتعد عن المناشده وارسال رسائل الطمأنينه للمواطن بان السكر متوفر وهناك كميات كبيره منه. استوردنا 75000 زائد 200000 طن سكر من انتاج البنجر، اصبح كل الانتاج اللي متاح للبيع 275000 طن. السكر موجود ومتوفر والكميات قدامكم والعربيات بتطلع وبتشحن والضخ متوالي ومش هيقف. بطمن الناس ويا ريت الناس ما تحولش رؤوس اموالها والفلوس اللي بتاعتها الى مخازن في البيوت، كل واحد عايز هيلاقي بص يا 5 كيلو 10 كيلو، طب ليه؟ ما هو السكر متوفر وموجود. فالارقام تقول انه تم استيراد ما يصل الى 200000 طن سكر خام، تقوم مصانع القابضة للصناعات الغذائية بتكريرهم وضخهم بالاسواق بسعر 27 جنيها للكيلو. رمضان الشحات، النيل للاخبار. يواصل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إدكس 2023 فعالياته خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري. يقام هذا المعرض في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية. لليوم الثالث على التوالي يستمر معرض إدكس 2023 في فتح أبوابه والتي تستمر حتى 7 ديسمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدوائية. من أنجح الدورات اللي حصلت في تاريخ إدكس حد النهاردة، الشركات الأجنبية الكتير اللي موجودة يعني شركات مشرفة جدا، من ضمنهم أكبر 10 شركات في العالم تقريبا في مجال الدفاع. احنا ممثلين لاكثر من 20 شركه اجنبيه. هذه المره الاولى للمشاركه في معرض إدكس، وبالنسبه لي هو معرض مهم للغايه، خاصه انه احد اكبر المعارض في المنطقه الافريقيه. ايضا نريد فتح السوق امام افريقيا وفقا للمساهمه والتعاون المثمر بين مصر وكوريا الجنوبيه للتعاون في المستقبل.
يعني بتطور بنقله نوعيه من حيث الحجم ومن حيث نوعيه نوعيه المعروضات ومن حيث تطور المكون العربي والمكون المصري في الصناعات. يعني احنا الاول كنا بنشوف مصنعين اجانب فقط على كل حاجه، دلوقتي ابتدينا نشوف مكونات وابتدينا نشوف منتجات تخصنا احنا سواء بالنسبه لمصر او بالنسبه للعالم العربي. غير عن زمان كتير، زمان كانت الاسلحه الاعتياديه الناس بتعتمد عليها اكتر، لكن دلوقتي الاسلحه السيبرانيه او الهجمات السيبرانيه، لان كل حاجه في حياتنا بقت مرتبطه بالانترنت وبالتكنولوجيا، فالهجمات عليها بقت اكتر. فطبعا ده بيخلينا لازم نضطر ان احنا نستثمر اكتر في الامن السيبراني وفي الاتصالات المؤمنه. خلال الفعاليات وقعت الهيئه العربيه للتصنيع بروتوكول تعاون مع احد الشركات العالميه في صناعه الطائرات الحربيه لنقل وتوطين الصناعه. بتوقيعنا لهذه الاتفاقية هننقل تكنولوجيا هذه الصناعة إلى مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع إن شاء الله، أملا في يعني نقل التكنولوجيا وتوطينها هنا في مصر في على أرض الهيئة العربية للتصنيع. إن شاء الله بتوقيع هذه الاتفاقية هنبدأ مع شركة صفران الفرنسية العالمية لصناعة محركات الطائرات، وإن احنا نعلي نسبة المكون المحلي تدريجيا وصولا إلى يمكن إن شاء الله أعلى نسبة نقدر نحصل إليها، وده الحقيقة مكسب كبير قوي لنا وللمنطقة كلها. شهد المعرض إقبال من ممثل القوات العسكرية الدولية على مدار أيامه من خلال استعراض أحدث الصناعات العسكرية سواء في المجال البحري أو الجوي أو البري، ومتابعة التقنيات الإلكترونية الخاصة بالطائرات المسيرة ونظام التشويش. من خلال أحدث التقنيات العسكرية يستمر معرض إيدكس في استقبال الزائرين من مختلف قوات المسلحة على مستوى العالم للتسويق والتأكيد على أهمية مصر كبوابة لقارة أفريقيا والشرق الأوسط. منذر أبو دوح، أني للأخبار. اختتمت الهيئة الوطنية للإعلام فعاليات الدورة التدريبية التخصصية للوعظات والباحثات الشرعيات والتي استهدفت تنمية مهاراتهن الإعلامية. تعد هذه الدورة سابقة، هي الأولى من نوعها والتي تقوم بها مؤسسة إعلامية مصرية بتدريب الوعظات والباحثات الشرعيات. برنامج تدريبي من قبل معهد الإذاعة والتلفزيون للواعظات والداعيات التابعات لوزارة الأوقاف بهدف تبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف وتدريبهن على مهارات وفنون العمل الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي نحو بناء الإنسان المصري. تضمن التدريب تطبيقات عملية على فنون ومهارات العمل الإعلامي والتواصل الفعال والتأثير في الحشود ومهارات التحدث في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذا الكتابة الإعلامية. التجديد في الفكر والتركيز على أهمية الوعي لدى الواعظات المتدربات أمر هام تسعى المؤسسات الدينية إلى تحقيقه عبر هذا التدريب الذي يتيحه معهد الإذاعة والتلفزيون. هذا التدريب النوعي ضرب من ضروب التجديد المطلوب، ذلك أن عشنا فترة طويلة ندور في فلك ربما عنا لبعض الناس أن يصفه بأنه فلك قديم يحتاج إلى تجديد، فهذا مسلك من مسالك التجديد. ممثل وزير الأوقاف أثنى على التعاون الكبير بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف عبر معهد الإذاعة والتلفزيون الذي يساعد في تنمية مهارات الأئمة والواعظات حتى يقمن بدورهن على أكمل وجه. تجديد الدين، ليه صلى الله عليه وسلم قال لنا تجديد الدين؟ لأنه يعلم أنها يخرج أناس من هذه الأمة ينسبون إلى الدين ما ليس منه، فمهمتك ودورك كمسلم في أي مكان أنت فيه إنك تخلص الدين من هذه الشوائب، وهو ده التجديد. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. وصلنا إلى ختام نشرتنا المفصلة، الختام تذكير بالأنباء. القاهرة تطالب بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وتحذير أممي من أن أي نزوح جماعي من القطاع سيكون كارثيا. العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل شهره الثالث وسط قصف مكثف على جنوب القطاع وقتال ضار في خان يونس. والانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر و15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات.
ختام نشرتنا إذن والتي جاءتكم على شاشة أنيل للأخبار. كل التحية في أمان الله. إلى اللقاء.